خلينا نقرأ السؤال الثالث. اللساني راح يكون عليكم هوم ورك. السؤال الثالث يقول لنا ستيم at pressure of 10 megapascal and 500 degrees C is supplied to a reheat Rankine cycle. إذا حددنا هنا هي reheat Rankine cycle. حددها بالسؤال. After expansion in the high pressure turbine, the steam is reheated at an optimum pressure to an optimum temperature. طبعا هاي الجملة مهمة كلش، وتخلون خط جواها أو تظللوها مثل ما أنا هسه ظللتها. The steam is reheated at an optimum pressure to an optimum temperature. The moisture content at low pressure turbine exit should not exceed 15%. Network done is 1,600 kilojoules per kilogram and the condenser pressure is 7 kilopascal determined heat supply per kilogram and thermal efficiency. طبعا هذا سؤال ومن الأسئلة المهمة، مهمة كلش، يعني ممكن هذا سؤال يجيك بالنهائي. يعني بفكرة حلوة مثل ما أني أشرت لكم عليها، من دا يقول لك the steam is reheated to an optimum pressure and optimum temperature. هو شطاك هنا أنا. انطاك steam ضغطة 10 ميجا باسكال، درجة حرارته 500 دقري سي. شنو نوع السايكل؟ هي reheat Rankine cycle. يقول بعد ما تمدد expansion بالhigh pressure turbine الستيم صار بي reheated إلى أعلى pressure وأعلى temperature optimum. الموستشر يعني الستيم الخارج من low pressure توربين، قلنا المويستر مدى يعني مدى يزداد عن 15%، وانطاني النت وورك دان هي 1600 كيلو جول على الكيلوغرام، والكوندنسر بريشر انطاني 7 كيلو باسكال. يريد من عندي الهيت سبلاي، ايش قد حراره انطينا سبلاي بالبير كيلوغرام، ويريد من عندي الكفاءه الثيرمال. بس مثل ما تلاحظ هنا جينا رسمناها السايكل، واحد الى اثنين هاي البامب، اثنين الى ثلاثة البويلر اللي هو شغل ضغط 10 ميجا باسكال، خرج من بين ثلاثة واربعة هاي بريشر توربين، نقطة رقم ثلاثة درجة حرارة نطانيها مثل ما تلاحظ 500. اذا عندي الهاي بريشر توربين الستيم دخل الى بدرجة حرارة 500 دقري سي ضغط 10 ميجا باسكال. ثلاثة وأربعة قلنا الهاي بريشر توربين راح إلى ريهيت بين أربعة وخمسة ريهيت، ده يقول لنا إلى الأوبتيمم تيمبريتشر. إيش قد الأوبتيمم تيمبريتشر؟ هي نفس التيمبريتشر اللي دخل بها للهاي بريشر توربين، يعني تحدد نقطة رقم خمسة هي 500 دقري سي. زين عيني؟ تحدد نقطة رقم خمسة هو ده يقول لك optimum temperature. فالoptimum temperature تاخذ نفس حرارة للهاي بريشر توربين اللي هي 500. إذا خليت الاثنيناتهم نفس الارتفاع. بس ايش قد الضغط مالته؟ ضغط الريهيت 18. بس ده يقول لي optimum pressure. فأعوفه هسه بعدين أوجده. بين أربع بين خمسة وستة هذا اللو بريشر توربين راح إلى الكوندنسر بنقطة رقم ستة بضغط شقد الكوندنسر 7 كيلو باسكال، انطاني الورك نيت 1600 كيلو جول على الكيلوغرام. شنو المعلومة هنا؟ اكس ستة معلومة عندي، لأن هو ده يقول لي ما تتجاوز الرطوبة 15%، يعني هنا الاكس 6 شقد، وهاي ذيك المرة حلينا مثله. محمد باسم قول لي هنا الاكس 6 شلون وجدتها وشقد رقمها او قيمتها، يعني وين محمد باسم؟ زين امير، ايش قد قيمة الاكس
نعم دكتور. زين موجود. محمد سجلناك غياب. محمد باسم. يلا أمير قل لي شقد الاكس ليش سي، دكتورة؟ وينك؟ شو بعد ما جاوبت محمد باسم؟ نت ضعيف كلش، من جاي اسمع شيء. ها يلا اوكي امير، هسه قول لنا ايش قد الاكس 6 وشلون وجد نوجدها؟ هو ده يقول لي الرطوبه ما تتجاوز 15%، فايش قد اوجد الاكس 6 امير؟ دكتور شهد حسن، احمد مثنى، يلا شقد الاكس 6؟ استجاب يلا زهرة، يلا زهرة النسبة نقسمها على 100 عافية، يعني 0.15 صار وبعدين عندي مويتشر. بعدين بعدين 1 ناقص هاي النسبة، هاي هذا الرقم يطلع لنا الاكس اكس 6. عافية، اللي هي ايش قد راح تطلع لنا؟ 0.8 0.85. 5. عافية عافية بزهراء. زين زهراء ضعي من هسه انت، شو اسمه للاسبوع الجاي اذا ما اخذتي 10 من عندي 10 الك، لان انا صار مرتين تجاوبين، واذا اخذتي 10 انت تطلبيني درجتين. زين يعني انت ازيدش درجتين عنهم كلهم بالسعي. من هسه دا اقول لكم زهراء وياي، زهراء وياي. زين شكرا مكنسه سيد. العفو، فانت من هسه على السعي تطلبيني دون عن الشعبه كلها، تطلبيني ايش قد درجتين. زين لان انت مكنكه وياي. زين هسه شنو عندنا؟ نرجع للسؤال. فهسه عيني الاكس 6 صارت عندي معلومه 0.85، معلومه عندي الاكس 6 ومثل ما شرحت لنا يا زهراء شلون وجدناها. تيجي هذا كل السهل السؤال، تبدي من نقطة رقم واحد، نقطة رقم واحد 7 كيلو باسكال، عندك معلومة الضغط، تروح للجدول يعني شقد عندي بالبار، أقسمها على 100 يعني راح يصير 0.07 بار، أوجد عندها الـ H1 اللي هي نفسها الـ HF 163.4، والـ V1 اللي هي نفسها الـ VF 0.001007. اجينا وجدنا الورك بام اللي هي V1 P2 ناقص P1، وجدت ورك البام اللي هي 10. من ورك البام اوجد ال H2 اللي هي ورك البام مثل ما تلاحظ زائدا هذه ورك البام، هو ال H2 هي ورك البام زائدا ال H1. ورك البام وجدتها 10 زائدا ال H1 163 اللي هي نفسها ال HF عدة ضغط 7 كيلو باسكال، إذا وجدت ال H2 173.4. هسه وين راح؟ النقطة رقم 2 ال H2 لها صارت أيضا معلومة، أروح إلى نقطة رقم 3 عندي الضغط اللي هو مقداره 10 ميجا باسكال ودرجة حرارتها 500، أروح إلى جداول السوبر هيتد عد 10 ميجا باسكال ودرجة حرارة 500، أوجد الـ H3. إيش قد وجدناها؟ الـ H3 3370. الـ S3 أيضا أوجد رقمها اللي هي نفسها الـ S4. لهنا أنا أعوف لهنا لأنه ما أقدر بعد أكمل 4 و5، ما أقدر أكمل. ليش ما أقدر أكمل ب4 و5؟ ما عندي ضغط هاي، فأعوف لهنا. وين أروح؟ أروح على نقطة رقم 6. شوف بنقطة رقم 6 عندي الإكس وعندي الضغط مالتها، إيش قد ضغطها؟ 7 كيلو باسكال يعني 0.07 بار. فأروح للجدول عند ضغط 0.07 بار، الاكس عندي معلومه اكس 6، اوجد من الجدول الاتش اف والاتش اف جي واضربها بالاكس، الاتش اف جي اضربها بالاكس 6 اللي هي 0.85 وجدت الاتش 6. شوف هنا هو شو انطاك بالسؤال، انطاك ده يقول لك الورك نت، انطاك اياه ايش قد مقداره معلوم. الورك نت هو عباره عن ورك التوربين ناقصا ورك البامب. ورك نت طاك اياها 1600 كيلو جول على الكيلو جرام، طاك اياها بالسؤال.
أنا أساساً الورك نيت يا ورك التورباين ناقصاً ورك البام. إذن ورك البام وجدته والورك نيت هو انطانية بالسؤال. إذن عندي ورك التورباين راح أوجده هنا، أنا راح أجمع الورك نيت زائداً ورك البام وجدت ورك التورباين. ورك التورباين شي يساوي لي؟ يساوي لي ورك الأول H3 ناقصاً H4 ويساوي لي زائداً H5 ناقصاً H6. إذن عندي ورك التورباين اللي وجدته 1610 يساوي لي H3 ناقصاً H4. H3 معلومة بس H4 باوعها ما معلومة عندي، زائداً H5 ناقصاً H6. H6 معلومة بس ال H5 ما معلومة عندي، هذول اثنيناتن ما معلومات. أجي أفتح الأقواس كلها فصارت 3370 ناقصاً 2215 زائداً أجمع دول الاثنين H5 ناقصاً H4 أخليها اثنيناتهم بقوس يعني واحد. إذا وجدت رأساً H5 بدون ما أحتاج للضغط، بدون ما أروح أوجد ضغط، وجدت H5 ناقصاً H4 اللي هو 455. هنا أنا هذا لأن هو ناطيني ورك التورباين، هو انطاني ورك التورباين، فمن عند رأساً وجدت الـ H5 ناقصاً الـ H4. الـ Q supply كم حرارة هنا عندي؟ عندي 2 H3 ناقصاً H2 بالبويلر بالمرحلة الأولى و H5 ناقصاً H4 اللي هي عندي بالريهيت. فإذا صار عندي الـ Q supply H3 ناقصاً H2 بالبويلر بالمرحلة الأولى وعندي بالريهيت H5 ناقصاً H4. هاي H5 ناقص H4 قيمتها وجدناها 455، H3 و H2 معلومة عندي. إذا وجدت الـ Q supply اللي هو راتها وسهل وراها الكفاءة الثيرمال الـ work net على الـ Q supply. الـ work net هو انطانيها بالسؤال 1600 على الـ Q supply أنا هسه وجدتها طلعت لي الكفاءة 43.8. هذا من الأسئلة المهمة يعني